شكرا لك سارة. مع حلول عام 2027 ستكون الفنادق الفضائية متاحة للناس، مما يسمح لهم بالتعرض لتجارب مكانية زمنية وفضائية لم يشهدها أحد من قبل، وذلك من خلال إنشاء محطات فضائية صالحة للسكن. وللحديث عن الهندسة المعمارية للفنادق الفضائية والتي ستشكل قفزة كبيرة في عالم التصميم، نستقبل المهندس الداخلي محمد بيضون الذي ينضم إلينا من الفضاء كما بدي أقول من الفضاء من بيروت. صباح النور محمد. صباح النور توني، كيفك؟ شو أقولك، مستقبلك شي يوم من شي فندق فضائي؟ هيدا حلم كل إنسان أو كل مهندس، بس كأنك هالحلم اليوم بدك تقربه للواقع. أخبرنا محمد، ما مدى واقعية الفنادق الفضائية؟ توني، نحن عم نحكي هلأ في عالم اوريدي عم تعيش وعم بتنام وعم تاكل وعم تعمل رياضة بالفضاء، بس هول العالم منهم المدنيين، بالأحلى هول علماء فضاء، ساينتستس، انجينيرز وغيره. فمدى واقعية هالموضوع هو موجود هلا، ولكن بال 2027 حيصير موجود لأي مدني أو أي شخص عباله يطلع على الفضاء لحتى يعيش هالإكسبيرينس. هلا الانترناشونال سبيس ستيشن الموجودة هلا بالفضاء مبنية من عشرات السنين. طبعا هالاوتيل حيكون اقرب لكوكب الارض، ولكن هذا الشيء حقيقه وعم بيتحقق. نعم، يمكن محمد مع كل هالضغط الذي نعيشه الان مع كورونا والازمات الاقتصاديه حول العالم، نحن بحاجه ان نبعد عن الارض وربما الى الفضاء. وانا بعرف انه بالسياحه الفندقيه تدرسون جيدا او يدرسون جيدا الاهميه النفسيه للفنادق وتاثيرها النفسي علينا. ما الأثر النفسي الذي تفرضه الفنادق الفضائية على المسافرين؟ طيب نحن عم نحكي عن الأثر النفسي، كمان لازم نضوع على الأثر الصحي. مثل ما قلت لك أنه العلماء الفضاء هلأ عم بيطلعوا بيعيشوا 6 شهور، فطبعا ما في تأثير صحي أو ما في خطر صحي على الإنسان إذا بده يطلع على الفضاء. بينما العامل النفسي، أي أثبتت الدراسات كلها، أي شخص طلع على الفضاء وشاف الأرض من فوق صار عنده شيء اسمه overview effect، يعني صار شخص down to earth أكتر، متواضع أكتر، بنفسية أحسن، بشخص كشخص أحسن. فهيك فندق رح يخلق فرصة لأي شخص أنه يعيش هيك تجربة أو يعيش تجربة نفسية لحتى تخليه يكون شخص أفضل، وإن كان للأولاد الصغار حتى اللي بيقدروا يطلعوا يسافروا كمان حيعيشوا تجربة جديدة يمكن تخليهم يصيروا علماء، يمكن تخليهم يروحوا على هالدومين أو على هالمجال. وهذا الشيء حيكون متاح لأنه عم بيكون بسعر تقريبا بيقدر واحد يطلع يعيش 5 أيام بسعر 5 مليون دولار. هلا مبلغ كبير، بس بعد فترة يمكن يلاقوا طريقة أرخص. فهذا الشيء حيكون متاح لأي شخص ليعمله أو يعيش هاي التجربة النفسية. وبتعرف يمكن من فوق منشوف أمورنا وحياتنا بشكل أوضح، يعني نحن على الأرض إذا كنا على الجبل منشوف زحمة السير بشكل أوضح مما أن نكون ضمن زحمة السير نفسها، فما بالك إذا ما كنا بالفضاء. طيب عمليا محمد، كيف يتم بناء المحطات أو الفنادق في الفضاء؟ من الطريقة الهندسية، الانترناشنال سبيس ستيشن اللي موجودة هلا هي حجمها قد ملعب فوتبول، فمن الطبيعي ما رح يقدروا يعمروها كلها على الأرض ويحملوها ويطلعوها على الفضاء. فمن الطبيعي حتتعمر على كبسولات صغيرة أو على إذا بدك أكثر من أوض. بيخلصوا الأوضة وبيطلعوها على الفضاء بصاروخ وبيرجعوا أوضة تانية بيكونوا هن أوريدي محضرين كيف الطريقة ليوصلون ببعض. فبتطلع بعد شهر أو أكثر الأوضة التانية وبتركب مع الأوضة الأولى، وبيصيروا كل شهر يعملوا ذات الطريقة لحتى يكمل. يمكن ما يخلص معهم إذا بتفكر فيها بطريقة هندسية، يمكن ما يخلص معهم بال 2027، ولكن يمكن أكثر شوي، بس طريقتها الأفضل تكون بهيدا الأسلوب الهندسي. نعم، طيب ما المواد المستهلكة والمستخدمة لإنشاء فنادق فضائية؟ أفضل ماتيريال اللي ممكن تستعمل هي أكيد الألومنيوم والكربون فايبر اللي هن هلا بيستعملون بكل الصواريخ أو المحطات الفضائية.
طبعا ما اخذ عين الاعتبار تمبرد جلاس لحتى لانه يمكن في اكيد بده يكون في ازاز سميك، وبناخذ بعين الاعتبار انه في نيازك صغيره بالفضاء ممكن تخبط او تضرب بالفندق او بالسبيس ستيشن الموجوده، وطبعا في عندك راديشن تبع الشمس، فالمواد اللي بدها تكون او عم تطلع على الفضاء بدها تكون اخذه بعين الاعتبار كل هالحمايه او هالبروتكشن لحتى واحد يكون عنده رحله امنه على الفضاء. واكيد بس ينعمل الكبسول بيكون في محطه لحتى ينزلوا الصواريخ ويهدوا عليها بطريقه مدروسه او امنه. شفنا بصور سابقه بركي بنرجع بنشوفها اهميه الزجاج، طبعا زجاج خاص بالمحطات والفنادق الفضائيه لرؤيه الفضاء من ميل ولرؤيه الارض من جهه اخرى، صحيح؟ صحيح صحيح. التمبرد جلاس هو شيء ما يعرف بالتمبرد جلاس، هو ازاز يقدر يضاين بهيك افكت. نعم. طيب في شيء توقع متى سيكون او سيتم انشاء او افتتاح اول فندق فضائي امام السياح فاحشي الثراء؟ مثل زميلتي ساره خان كنا عم نمزح بالبدايه انه ساره اول الحاجزين للفندق الفضائي. ايه مثل ما قلت لك ب 2027 هن متوقع، بس اذا بتفكر فيها بطريقه علميه او هندسيه شوي بحس انه حتوصل لل 2030 او 2029 بتقريبا بهالفتره يعني. نعم، مع انه اداره الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كانت اعطت ناسا مهله لاعاده الناس الى القمر في عام 2024، طبعا هيدي احلام ترامب الفضائية. بس محمد، كيف يمكن للفنادق الفضائية أن تلهم المعماريين للبناء في الفضاء الخارجي؟ توني، في عشرات أو مئات المهندسين أو منهم مهندسين بالعالم العربي عم بيشتغلوا على مشاريع إن كان بمارس أو إن كان هبتت بقلب الفضاء. هيدا إذا بدك حيكون بوست أو حيكون شيء أساسي، لانه لنفرج انه احلام المهندسين او احلام الديزاينرز ممكن تتحقق بانشاء هيك حلم او بانشاء هيك مشروع هندسي كبير. فنحن عم نعطي امل لاي شخص انه لا، احلامك ممكن تتحقق وممكن تبني على اي كوكب ثاني. فانا بشوف انه هيدا حتكون ستيب كثير كبيره لحتى نقدر نحقق خيالنا او نحقق احلامنا بالفضاء، ونقدر نشتغل اكثر على مشاريع بالفضاء، ولازم يكون تركيزنا كثير رايح على هالموضوع هلا. وكأن الإضاءة التي نراها في هذه الصور محمد هيك إضاءة حالمة، إضاءة تأخذ خيالنا إلى الفضاء ونحن في الفضاء. توني، بوجود مبتكرين اليوم مثل إيلون ماسك ومثل جيف بيزوس عم بيصرفوا تقريبا نص أموالهم على الفضاء، أحلامنا كلها ممكن تتحقق. وهيك مشاريع بهالإنارة الحلوة أو بهالهندسية الحلوة من الطبيعي رح تتحقق بيوم بالايام. نعم. وشكل الفندق الدائري، هل هو لتشكيل جاذبيه معينه توازي جاذبيه القمر مثلا؟ اوكي، هون بدي اقول لك شيء، موضوع كثير مهم. لازم التركيز يكون اليوم وخصوصا كديزاينرز كاركتكت على شيء اسمه سبيس فاكتوريز او معامل الفضاء. نعم. ليه عم بحكيك هيك وليه رح ارجع جاوبك ليش عم نشتغل بالدائري؟ معامل الفضاء هلا كثير سهله، نحن كثير صعبه عفوا نحن من الارض كل مره اذا بدنا نطلع شيء على الفضاء نطلعه من الارض وناخذه على الفضاء، حيكلف كثير ولوجستيكلي صعب الموضوع. فاذا نحن انشانا شيء اسمه معامل فضاء او مصانع فضاء، هيدا الشيء بيسهل عمليه النقل، بصير نعمر بالفضاء ونبعثهم لهونيك. ال 3 دي فاكتوريز او 3 دي برينترز هن اهم شيء بمعامل الفضاء يكونوا موجودين. ال 3 دي برينتينج اللي هي صارت شيء موجود عندنا على الارض، الطباعه الثلاثيه الابعاد، طباعه ثلاثيه الابعاد صحيح. يفضل انه تقدر نبني بالفضاء على دوم شيب او على شيب دائري، لانه بيكون جاي من الارض وبيحكم الجاذبيه بطريقه منيحه. وال 3 دي برينتينج مش بس حيساعد العالم لتعمر اكثر، بينما حيساعد علماء الطب بشكل كثير
كثير عالي لانه انت عم تعمل 3D printing بلا جاذبيه. نعم. فهيدا الشيء بيخلق لك فرص انه تقدر تعمل تزرع اعضاء او تعمل لاعضاء بالجسم، وهذا بغير التاريخ اذا بدك او بغير المستقبل. هذا الشيء كثير كبير وبتصور لازم يكون تركيز وينعمل استثمار كثير عالي عليه. أنا عرفت كمان أنه هذا الفندق سيضم جيم ناديا رياضيا وسبا للتدليك ومطابخ، يعني فندق طبيعي. بس رح أسرق نص دقيقة من منتجتنا اليوم نسرين هلال تأسألك إذا بدنا نبقى على الأرض، هل يمكن أن يكون في تصميم فنادق على الأرض تنقلنا إلى الفضاء بنفس الهندسة المعمارية، أو هالشيء موجود يمكن؟ الأجوبة بسرعة، في شيء هلا عم بيكون موجود هو الفيرتشوال رياليتي اللي كلنا بنعرفه. صار فيك تقعد انت بقلب اوضه وتعيش الفيرتشوال رياليتي كانك انت بالفضاء او كانك على مارس او كانك على بلوتو او كانك على اي كوكب ثاني. بتصور حنروح حيكون تركيزنا كثير على الفضاء لانه كوكب الارض ما عم نعرف اذا بدك نستغله مزبوط. عم نستهلكه بطريقه غير مزبوطه. فبتصور الفضاء حيكون شيء اساسي بالمستقبل القريب. نعم، هو متنفس عن كل هذه الازمات التي نمر بها. المهندس الداخلي محمد بيضون عيشتنا بالخيال لمده 10 دقائق، نحن بدنا نشكرك لحضورك. شكرا توني. فاصل قصير.